حلقتنا الأخيرة لليوم. أكيد نور، يوم بعد يوم عم يظهر دور الجمعيات السورية التي تعنى بالمجتمع بكافة المناحي والمجالات، واليوم بعد فترة من العمل الإنساني والمجتمعي، جمعية المنتدى الوطني السوري يتم إشهارها بشكل رسمي. لنتعرف أكثر عن عمل الجمعية، تفاصيل حفل الإشهار بصيرنا يكون معنا اليوم صباحنا غير المهندس سامي السرياني أمين سر الجمعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. بالبداية خلينا نحكي عن الجمعية وأهدافها. هلا نحن في البداية مجموعة من الأصدقاء المثقفين اجتمعنا مع بعض في شغلة بتجمعنا بالأساس، هي حب سوريا وغيرتنا عليها. في بداية الأزمة شعرنا أنه هالأزمة هي أزمة مفتعلة هدفها تفكيك المجتمع السوري وتخريبه والوصول لهجرة بعض أطياف هالمجتمع وتقسيم سوريا بالنتيجة لمجموعة دويلات طائفية أو عرقية لشيء بيتناسب مع طموحات خارجية وليست سورية. فتنادينا بين بعضنا لحتى نحارب هالفكر الظلامي هذا اللي إجا على بلدنا غريب، ونرجع وحدة المجتمع السوري ولحمة المجتمع السوري، ونحافظ على النسيج السوري الموحد، ونقاوم الهجرة، نحاول نحد منها بقدر المستطاع، هجرة الشباب، هجرة العقول والأدمغة. وأسسنا منتدانا على هالأساس هذا. نعم أستاذ سامي، خلينا نحكي عن مرحلة التهيئ لأشهار الجمعية. مرحلة التهيئ لأشهار الجمعية وقد ايه ضليتوا وقت عم تشتغلوا على هالموضوع؟ لأن احنا بالبداية كنا عم نجتمع بمنازلنا بين بعضنا، وبعدين توسعنا أكثر وقدمنا بعد ما توحدت أفكارنا تمام وصار عنا الروح الوحدة، قدمنا طلب للوزارة مثل العادة وأخذنا هالعملية. ظلت شيء أكثر من 7-8 أشهر لقدرنا نوصل لفكر موحد إيجابي وبلشنا انطلقنا بأعمالنا. خلينا نحكي عن أعمال الجمعية، جدول أعمال الجمعية، شو البداية اللي كانت للجمعية، شو هي أهم النشاطات والفعاليات اللي حابين فعلا تركزوا عليها وتقوموا فيها؟ جمعيتنا منتدانا منتدى فكري ثقافي تنموي. في كتير جمعيات الله يعطيهم العافية عم يحاولوا يغطوا الناحية المادية من احتياجات الشعب السوري. نحن حاولنا أنه نغطي الناحية الفكرية من خلال تنمية الفكر والتوعية للشباب وللمجتمع السوري. فنشاطاتنا غالبا هي عبارة عن ندوات حوارية بنجيب عليها أشخاص إما منا أو من أشخاص المختصين الوطنيين يحكوا ويتحاوروا مع الحضور بمواضيع بتخصنا، بتخص أهدافنا اللي هي أهم شغلة. عملنا كذا محاضرة عن الهجرة والتهجير، عملنا محاضرات عن منظومة الأسرة والأذى اللي صار عليها نتيجة هالأزمة وكيف ممكن نقوي الأسرة ونرجع نخليها متماسكة. عملنا ندوات بخصوص المجتمع والهوية السورية، حديث عن ندوات عن العلمانية ومعنى العلمانية وتفسيرها وأهميتها، ندوات عن سوريا بزمن الانتصار ماذا بعد، محاضرات عن عودة أو الترابط مع المهجرين ومع المغتربين، نترابط معهم نرجع نشدهم لعنا. عملنا كمان يعني بهالشكل بهالخطوات عم نمشي من نعم. نوع الندوات نعم سامي. إضافة نكمل حديثنا مع حضرتك، ولكن خلينا نروح نشوف حفل إشهار الجمعية رصدته زميلتنا ليا نحاس ونرجع. Thank you.
سيعقد اليوم تحت عنوان مهم كتير، وهو هذا العنوان هو الحقيقة أمل سوريا. هذا العنوان في حال قدرنا أنه نشتغل عليه ونحققه، تحت عنوان أنه في زمن الانتصار العلمانية في زمن الانتصار العلمانية وطن وإخاء ومحبة. يعني العنوان الرئيسي هو العلمانية هو الحل لدولة مثل الدولة السورية الجميلة التي يوجد فيها كافة الطوائف تتعايش بشكل متجانس. نحن معنيين أن نكون مبشرين في فكر جديد يأسس لسوريا جديدة، لسوريا المستقبل، ومن أجل ذلك اليوم نحن رسمياً عم نعلن إشهار هذا المنتدى، طبعاً ضمن جمعيات العمل المدني، العمل الاجتماعي، وبالتالي تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الفكرة الأساسية اللي جمعنا فيها هي الوطن والإخاء والمحبة. بالمحبة بنستطيع نعمل كل شيء، بالمحبة بنلغي كل الفروقات، بالمحبة بنداوي الجروح اللي صارت علينا. لذلك تجمعنا كلنا لكي نطرح مرة أخرى ما طرحوه من 3000 سنة، يعني من 800 سنة قبل الميلاد، ما طرحته اليسار حينما أرسلت سفنها لكي تعطي مدنية إلى البحر المتوسط كله. منتدانا بيضم كل فئات المجتمع السوري، وطبعا من كل المحافظات السورية، ونحن أكيد عم نعمل على دعم الفكر التجذر كافة فئات المجتمع السوري ودعم الشباب وأكيد أسر الشهداء. في عنا يعني عدة أهداف بالمنتدى عم نشتغل عليها. أستاذ سامي، يمكن لاحظنا من خلال الحفل الإشهار في كثير من الشخصيات كانت متواجدة من جميع الشرائح وجميع الفئات. خلينا نحكي قديش مهم اليوم استقطاب جميع شرائح وفئات المجتمع لهي الجمعية، وليكون إلى أثر كبير على أعلى نسبة أو يمكن أكبر نسبة من المواطنين. لا، نحن وقت اللي أعضاء الجمعية والمدعوين كانوا بطريقة طبيعية تماماً، هن ناس من المجتمع السوري، ما فكرنا بالفئات ولا فكرنا بالشرائح، دعينا أصدقائنا وداعمينا والناس المهتمين بالشأن الوطني، فطلعوا هدول. يعني طلع واحد منهم أحمر، واحد أزرق، واحد أخضر، ما اخترناهم. وهي نحن فكرنا العلماني بشكل طبيعي بيؤدي لهيك دعوة ولهيك ناس. فالتواجد اللي شفتوه هو المجتمع السوري، النسيج السوري، الموزاييك السوري اللي هو من أجمل لوحات العالم، فكان طبيعي ما كان مقصود. أكيد. أستاذ سامي، حضرتك كنت عم تحكي عن عناوين كتير مهمة وفرضت نفسها خلال فترة الحرب على بلدنا، الهجرة وغيرها من العناوين. خلينا نحكي هدول عناوين كيف رح تشتغلوا عليها أكثر ضمن النشاطات القادمة. نحن بالإضافة للنشاط التوعوي والندوات، في عنا أعمال تانية بنقوم فيها مثل لقاءات دورية لأعضاء الجمعية، نحكي مواضيع ثقافية، مواضيع وطنية، مواضيع بتخص أهدافنا، وبنتداولها بطريقة فكرية وبندعي عليها أشخاص كمان اختصاصيين. إضافة لهيك نعمل ورشات عمل كمان، ونحاول دائما نأمن فرص عمل، أمننا وعم نحاول دائما نأمن فرص عمل للشباب، لحتى ما نكون بس عم نحكي، كمان عم نحاول نأمن لهم شيء نعطيهم اياه، نعطيهم فرصة عمل. وهلا قريبا رح نعمل دورة للشباب، عنوانها ما واضح بس تقريبا هو من الجامعة الى العمل، يعني الخريجين الجدد او اللي اوشكوا على التخرج عم يطلعوا يتعذبوا ليلاقوا عمل ولحتى يقدروا ينجحوا بهالعمل. فنحن رح نعطيهم دورة طويلة كبيرة كتير لحتى يوصلوا للعمل بطريقة سهلة، ليلاقوا وظيفتهم ولحتى يشتغلوا ويكونوا
عرفانين كيف يتعاملوا بفن التواصل، بفن إدارة الوقت، بفن التعامل مع الرئيس والمرؤوس. يعني هي أحد الأعمال أو القادمة اللي بدنا نعملها. أكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى التوفيق لجمعية المنتدى الوطني السوري ولكل القائمين عليها. نتشكرك على وجودك معنا، وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أنا حابب بس، في عندي دعوة المنتدى عملها مشان المغتربين أو المهاجرين والمهجرين، إذا بتسمحوا لي أقرأ لكم إياها. نداء إلى كل مهاجر أو مهجر. قست عليك الأيام فهربت سعيا للأمان أو لتحقيق النجاح في بلاد الاغتراب، وسميت لاجئا وعشت مواطنا من الدرجة الثالثة. وفي هذه الأيام العظيمة التي تشهد انتصارات جيشنا الباسل ومن خلفه أبنائه وأبناء وطنه الشرفاء، لا يسعنا إلا أن نوجه لك نداء للعودة إلى العيش على أرض وطنك الحبيب بين أهلك ومحبيك، لنسعى معا لإتمام هذه الانتصارات، ونعمل يدا بيد لإعادة إعمار ما دمرته تلك الحرب الكونية التي شنت من كل حدب وصوب على سوريتنا. أنت قادر على صنع النجاح أينما كنت، ولكنك لا تستطيع تحقيق السعادة في بلد أنت فيه غريب الوجه والقلب واللسان. فعد إلينا مواطنا من الدرجة الأولى في وطنك، كفاك ألم عذابا، واجعل حلمك وأملك هدفا، لأنه أصبح حقيقة مشرقة. ولذلك نسألك أن تطوي صفحة الغربة وتنهي مأساة الشوق والحنين، وتعود لأهلك وأحبابك المنتدى الوطني السوري. أكيد أستاذ سامي، كلياتنا معك بهذا النداء، ودائما نحن بانتظار كل مين اضطرته الظروف أنه يغادر وطنه ليرجع مرة تانية لحضن وطنه. أكيد البلد الفاتحة إيديها للكل. أكيد نور لهون.